صباح الخير. يتضح لنا أو اتضح لنا من المحاضرات السابقة أن الطفولة تبني مع النمط الأول للمعرفة أفكار الانفعالات لي زيدي أفيكسيو، حيث تنتصر صدفة اللقاءات دائما علاقة قوية في فكر سبينوزا. تسيطر إذن على ما أسماه سبينوزا بالطفولة، طفولة البشرية مثلا، في حالة حينما كان يمارس نقدا على نظرية الكمال الآدمي، الأفكار الغير واضحة والانفعالات وبالتالي ملكة الخيال. سنحاول في هذا الجزء أن نوضح أن فكرة شعب الله المختار وفكرة الأرض الموعودة هي أفكار الانفعالات بالنسبة إلى سبينوزا، يضعها ضمن النمط الأول للمعرفة وبالتالي ضمن النمط الأدنى من أنماط المعرفة، وأن أهم نقد سيوجهه سبينوزا لهذه الأفكار بما هي خرافات سيستند أساسا على مفهوم مركزي وهو مفهوم بياتيتود، والذي اخترنا أن نترجمه في هذه المحاضرة بمفهوم الفرح الفعال، وسنشرح ذلك فيما بعد، أي الفرح الناتج عن النمط الثالث من المعرفة. من هذا المنطلق يهتم سبينوزا بموسى وإبراهيم في رسالة في اللاهوت والسياسة، وسنبدأ بموسى. حسب التقليد يعتبر موسى أول نبي، ويظهر في أول مرة في سفر الخروج باعتباره الشخصية الأكثر أهمية في التناخ، بمعنى الكتاب المقدس اليهودي. في التقليد المسيحي اليهودي موسى هو كاتب الكتب الخمس الأولى للكتاب المقدس، طبعا بتوجيه من الوحي الإلهي. في هذه الكتب نجد قصة موسى، قصة شعب إسرائيل، وقصة إبراهيم، إسحاق، ويعقوب. طبعا يظهر موسى في النص باعتباره الشخص الذي سيقوم بقيادة العبرانيين من للخروج من مصر، حيث كانوا يعيشون العبودية بمساعدة الضربات العشر التي كذلك ستساهم في تحرير العبرانيين من العبودية في مصر. إذا موسى في هذا التقليد هو أوم دو ديو، وهو كذلك مشرع، يعني رجل قانون، هو أوم دو ديو، أوم دو لا لوا، ومن هنا أهميته بالنسبة إلى سبينوزا. وحتى في التقليد الديني الإسلامي يتضح أن لموسى موقعا خاصا، يكفي أن نذكر أن القرآن قد أحال إليه في 136 مرة مؤكدا على العلاقة القوية بين موسى والنبي محمد. طبعا فولتير في قاموسه الفلسفي طرح التساؤل التالي، سأبحث عن النص. Est-il vraisemblable que dans un désert où le peuple juif n'avait ni cordonnier ni tailleur، ممكن أنه في واحد الصحراء حيث الشعب العبراني لم يكن، الشعب اليهودي لم يكن له la iskafi ou la khayat, et où le dieu de l'univers était obligé de faire un miracle continuel pour conserver les vieux habits et les vieux souliers des juifs, il se soit trouvé des hommes assez habiles pour graver les cinq livres du Pentateuque sur le marbre, sur le bois. Dictionnaire philosophique, Voltaire, Moïse, page 955. Huna Voltaire yatasael an كيف يقال أن من بين ضمن هذا الشعب الذي كان يعني يعاني كثيرا من العبودية إلى آخره، أن يوجد من بينهم من له إمكانية كتابة هذه الكتب الخمس الأولى، ومن هذه فقط إشارة إلى هذا التساؤل الذي طرحه فولتير في قاموسه الفلسفي. يهتم سبينوزا بموسى على وجه خاص
لأنه يظهر كنبي أولا وكمشرع ثانيا وكرجل دولة ثالثا وكمؤسس للتوحيد في نفس الوقت. هنا من هنا أهمية شخصية موسى بالنسبة إلى سبينوزا وكذلك تفوقها على شخصية إبراهيم. هو يعتبر بالنسبة إلى سبينوزا ذو منزلة أعلى من إبراهيم، ولكن سبينوزا لا يتوقف عند اعترافه بتفوق موسى على جميع الأنبياء، بل ويقر أن موسى بالرغم من كل هذا فهو لم يقم بأي تفكير سليم، وقد قدم تصورا للإله قائم على فكرة الإله الخير الرحيم والغيور، بمعنى أن تعاليم موسى لم تكن سوى عبارة عن أفكار أنثروبومورفيك قبلية للإله، بمعنى أفكار تصبغ أو تطبع للإله خصائص إنسانية. ويقر سبينوزا أيضا في نصوص أخرى أن موسى لم يتمكن من تكوين تصور فلسفي عن الحياة الحقة القائمة على حرية التفكير، بحكم أنه كان رجل قانون وليس رجل من رجل كونترانت، رجل القهر الإجبار وليس رجل حرية التفكير، وإنما على العكس كان يسعى باعتباره رجل قانون وشرائع على إجبار العبرانيين أن يعيشوا حياة معينة استنادا على قوة القانون والشرائع. بهذا المعنى يكون موسى كغيره من الأنبياء كما سبق وأن ذكرنا رجل خيال وليس رجل فهم، وأيضا رجل شرائع وقوانين وليس رجل حرية. أما إبراهيم الذي غادر حران بعد وفاته والده طاغي نحو نابلس القديمة، معنى فرنسية كنقولو سيشام، فيظهر كشخص يقرر الانتقال من مجال متحضر ومدني إلى مجال قحط حيث لا وجود للمدنية ولا وجود للحاضرة. طبعا هذا الانتقال وهذا السفر الذي قام به إبراهيم هو لتحقيق رغبة الإله الذي يود أن يريه الأرض الموعودة التي سيسكنها ورثته بعده. ولكن بمجرد ما أن يصل إبراهيم إلى نابلس القديمة ستحل المجاعة وسيقرر التوجه نحو مرة أخرى الحاضرة والمدينة أو إلى حالة المدنية في مصر، طبعا رفقة زوجته سارة. فولتير يعلق على هذه الأسفار أو هذه كومنت لي فواياج دابراهام en disant ceci: Voilà d'étranges voyages entrepris à l'âge de près de 140 ans. يقول فولتير في قاموسه الفلسفي. طبعا في مصر سيقع الملك في غرام سارة وسيود إبراهيم الاستفادة من هذه الوضعية بتقديمه سارة للملك باعتبارها أخته، مما سيدفع الملك إلى تقديم الخرفان والجمال والعبيد إلى آخره إلى إبراهيم. ولما ستصل سارة إلى سن 90 سنة وإبراهيم لسن 160 سنة سيعدها الإله بطفل من إبراهيم وسينتقلان بعدها إلى صحراء قادش القاحلة. في هذه الصحراء سيقع ملك آخر في غرام سارة وسيكرر إبراهيم ما قام به في مصر كذلك ليستفيد من الوضع. إذن إبراهيم في كل مراحله يظهر بالنسبة إلى سبينوزا وكأنه أقل من منزلة من موسى لعدة اعتبارات، أولا لأنه يجسد الارتداد والعبودية والحزن، وكذلك لأن فكرة الأرض الموعودة لم تكن إلا انعكاس لعبودية إبراهيم وخضوعه التام للنمط الأول للمعرفة، حيث تلعب الصدفة دورا
حاسما. فيما بعد طبعا هيجل سيرى في هذه الشخصية تعبير عن مفهومه عن الوعي الشقي، وسنرى هذا كذلك في حينما سنصل لكتاب هيجل L'origine du christianisme et son destin. أصل المسيحية ومصيرها. بالنسبة إلى سبينوزا توجد أيضا خاصية أخرى ميزت موسى عن سائر الأنبياء وخاصة عن إبراهيم، تحيل إليها الكتابات المقدسة ويحيل إليها أيضا سبينوزا، ونعني هنا لوميليتي، التواضع. Il était le plus humble des hommes. Humilitas كما يسموها الإغريق. التواضع في حالة حينما يكون في النمط الأول للمعرفة يعرفه سبينوزا بطريقة مغايرة جدا. معنى كيف يعرف سبينوزا التواضع؟ يقول ما يلي: التواضع هو حزن، حزن ليس بالنسبة إليه التواضع في هذه الحالة لا علاقة له بالفضيلة، حزن يرافق فكرة ضعفنا، ويأتي هذا ليس من أخذنا بعين الاعتبار لقوتنا. يعني هذا الإحساس بالتواضع ليس وليد الإقرار بقوة الفرد، وإنما لعدم قوتنا، وبالتالي نجد أن سبينوزا يعتبرها non pas une vertu mais une passion. L'humilité de Moïse. التواضع موسى بالنسبة إليه هو حزن يرافق فكرة ضعفه وليست فضيلة. في الواقع بالنسبة إلى سبينوزا إننا لا ندرك عدم قوتنا وضعفنا إلا على نحو خيالي في هذا النمط، من خلال من وضع مقارنات بين موجودات فردية وخاصة كما لو أنها وجب عليها أن تخضع لتعريف واحد عام. طبعا في حالة موسى التواضع هنا هو ناتج عن مقارنته التي بالنسبة لسبينوزا مقارنة غير في ليست في محلها، مقارنته بين شخصيته قوته وقوة الإله، وهذا لا يؤدي بمعنى هذا لا يؤدي بالنسبة إلى سبينوزا إلا إلى تصور إلى تواضع، ولكن هذا التواضع ليس فضيلة وإنما باسيون. ماذا باسيون؟ لأنه هو حزن يرافق فكرة الضعف. إذن عوض هذا يقترح سبينوزا ضرورة المعرفة المطابقة، عوض التواضع بهذا المعنى الذي حضر به عند موسى، يقترح سبينوزا ضرورة معرفة أو ضرورة تحقيق المعرفة المطابقة لقوتنا ومدى اختلافها عن قوة موجود آخر. Ce qu'il faut, c'est une connaissance adéquate de notre puissance. وفي نفس الوقت نكونوا كنعرفوا مدى الاختلاف ديال القوة ديالنا عن قوة موجود آخر. في هذه الحالة لا نصل إلى تصور أو إلى تخيل لضعفنا وإنما إلى معرفة بقوتنا، ولكن سبينوزا أعطى موقفا من هذا التواضع، وفي نفس الوقت سيحاول تفسير لماذا اعتبر موسى في ولماذا كان موسى بحاجة إلى التواضع في سياقه كرجل دولة وكرجل قانون وك رجل دين. نقرأ النص. Si en effet les hommes impuissants intérieurement étaient tous pareillement orgueilleux, s'ils n'avaient honte de rien et ne craignaient rien, comment pourraient-ils être maintenus unis et disciplinés? معنى هذا التواضع كان له وظيفة يعني إبقاء نوع من الانضباط، نوع من الحياة المشتركة داخل
المجتمع. يستمر سبينوزا: La foule est terrible quand elle est sans crainte. العامة قدر تكون يعني خطيرة إذا لم تحس بالخوف. Il y a donc pas à s'étonner que les prophètes, pourvoyant à l'utilité commune, non à celle de quelques-uns, aillent tant recommander l'humilité, le repentir et le respect. معنى بحكم أن العوام بين قوسين بين مزدوجتين ممكن يكونوا خطر على المجتمع إذا لم يحسوا بالخوف، تأديب الأنبياء كانوا مطالبين، كانوا مجبرين على أنهم يدافعوا عن قيم مثل الهوميليتي، التواضع، ريبونتير، التوبة، لو ريسبي، الاحترام. هذو كانوا القيم الأساسية اللي سبينوزا بقدر ما يعتبرها قيم أو دي باسيون تريست، ما كيعتبرها شي فضائل، كيعتبرها دي باسيون تريست، فيتموقف منها، وسنرى ذلك فيما بعد. ولكن في نفس الوقت يوضح أن لها كان لها غرضا اجتماعيا محددا في سياقه التاريخي. Et en effet, ceux qui sont soumis à ces affects peuvent, beaucoup plus facilement que d'autres, être conduits à vivre enfin sous la conduite de la raison, c'est-à-dire à être libres et à jouir de la vie des bienheureux. Allez, l'éthique, éthique 4, ni scoli. إذن هذا التواضع، نص واضح كيقول سبينوزا أن هذه القيم كانت تساعد على، كانت لها وظيفة الإسهام في بناء حياة مشتركة معينة بين الناس. وهذا التواضع أيضا هو نتيجة نظره، أنا بالنسبة إلى موسى، لطبيعته نفسها ولطبيعة الله أيضا انطلاقا من الخيال. موسى التواضع، لو ريبونتير والاحترام كذلك، وكل القيم التي تحضر في عند في شخصية النبي موسى هي ناتجة عن المقارنة التي يقوم بها موسى بين طبيعته نفسها وطبيعة الإله. ولكن هذه المقارنة لا تتم انطلاقا من ملكة الفهم، وإنما تتم انطلاقا من ملكة الخيال. وهذا هو المشكل الذي يطرحه سبينوزا في العلاقة مع موسى. بالإضافة إلى هذا، يوظف التواضع على نحو استراتيجي كما سبق أن قلنا، مع التوبة والاحترام، فبإظهارها مظهر الفضائل تكون مدخلا للعيش المشترك، بحيث أن التصور ديال موسى لم يكن تصورا إناديكوا مطابق للإله، فإن تواضعه حسب سبينوزا ليس إلا نتاج مقارنته الخيالية بين طبيعته وطبيعة الإله الذي يعتبره متعالي. وقد يكون أيضا ما عاشه موسى أثناء طفولته، أي إحساسه بالدونية والانتماء إلى شعب عبد، كذلك وراء حضور هذا التواضع في شخصيته كنبي وكرجل دولة وشرائع. فموسى الطفل حتى وإن كان قد تمتع بتربية أرقى من الأطفال العبرانيين الآخرين، إلا أنه كان شاهدا على عبودية شعبه، وبالتالي فإن إحساسه بالضعف وعدم القوة وتواضعه هنا لا يجد أصوله إلا في هذا الواقع. الآن سنتجه الآن إلى الجزء الثالث من رسالة في اللاهوت والسياسة. وفي هذا الجزء المعنون de la vocation des Hébreux et si le don prophétique fut particulier aux Hébreux، اللي ممكن نترجمه على النحو التالي: في رسالة العبرانيين، وهل الهبة النبوية كانت أمرا خاصا بهم. في بداية هذا الجزء الثالث يكتب سبينوزا نصا حاسما ومحوريا يقحم فيه مفهوما هو من أهم مفاهيمه الفلسفية،
ونعني هنا مفهوم la beatitude. غالبا ما تترجم هذه الكلمة في الكتابات العربية عن سبينوزا وكذلك في الترجمة التي أنجزها حسن حنفي لرسالة في اللاهوت والسياسة بالسعادة والنعيم، وهي ترجمات غير مناسبة من منظورنا، وسنفسر ذلك وسنفسر لماذا. في فلسفة سبينوزا نجد تمييزا بين نمطين من الأفراح، les joies actives et les joies passives، الأفراح الفعالة والأفراح المنفعلة أو الغير الفعالة. والأفراح الفعالة عند سبينوزا هي ما يسميه هي ما يسمى كذلك ب beatitude. معنى لماذا اختار اسم beatitude؟ أولا لأن beatitude له تاريخ، هذا المفهوم له تاريخ عريق في الفكر الفلسفي وكذلك في الفكر اللاهوتي للقرون الوسطى، ولكن يحضر في عند سبينوزا بطريقة مغايرة جدا. معنى beatitude بمعنى أن أفراح لا يمكن للديمومة أن تطولها، لا دوري، أفراح لا يمكن للديمومة أن تطولها، وتجعل من الممكن تحقيق تملك صوري لقوة الفعل والممارسة. هذا هو التعريف الذي يقدمه سبينوزا للبياتيتود. بياتيتود هو فرح فعال، فرح فعال لا يمكن للديمومة أن يطوله، وكذلك يحقق تملك صوري لقوة الفعل والممارسة. لهذا اخترنا ترجمة كلمة بياتيتود بالفرح الفعال. الفرح الفعال كما سبق وأن ذكرنا له علاقة أيضا بالنمط الثالث للمعرفة، بمعنى لزيدي إسانس، أفكار الجواهر، لأن في هذا النمط، في هذا النمط الثالث للمعرفة تتحقق المعرفة اللي الأنبياء ما كيوصلولوش. الراديكالية ديال سبينوزا، وبوركوا سبينوزا وعلاش سبينوزا رجع متهم في الممشى، هو أنه اعتبر أن النمط الثالث المعرفة ما كيوصلولوش الأنبياء، ما يمكنش يوصلولو. في النمط الثالث للمعرفة الأفكار الجواهر تتحقق لا كونيسونس أديكوات دو موا دي شوز اي دو ديو، تتحقق المعرفة المطابقة بالأشياء بالأنا وبالإله. وهذه المعرفة المطابقة التي تتحقق في النمط الثالث المعرفة بالإله والأشياء والأنا هي التي تنتج أفراح النمط الثالث للمعرفة، لي جوا أكتيف دو تخوازيام جونغ دو كونيسونس. هذه الأفراح ديال النمط الثالث من المعرفة هي ما يسمى عند سبينوزا الأفراح الفعالة أو البياتيتود. بياتيتود طبعا في النمط الثاني من المعرفة اللي هو الأفكار المفاهيم سبقنا تحدثنا عليه، تتحقق أيضا المعرفة المطابقة، ولكن هذه الأفكار المطابقة في النمط الثاني تتعلق بالخصائص المشتركة التي تجمع مثلا الجسدي بالأجساد الأخرى. هذه المعرفة المطابقة، من هنا تكون الأفراح الناتجة كذلك عن النمط الثاني بما هي أفراح كاين دي جوا أكتيف في النمط الثاني اللي هي مختلفة عن النمط الأول اللي في غير لي باسيون تريست، ولكن النمط الثالث أفراح النمط الثالث هي أكثر أعلى منزلة من أفراح النمط الثاني، ولهذا سيسمي أفراح النمط الثالث للمعرفة أو les joies actives du troisième genre de connaissance aïsemiha de beatitude. من هنا تكون كما قلنا الأفراح الناتجة عن النمط الثالث للمعرفة أرقى من الأفراح الناتجة من النمط الثاني للمعرفة، لأن لها طبيعتها الخاصة. وبإمكاننا أن نقول أن الأفراح الناتجة عن النمط الثالث هي أفراح، هنا الفرق بين النمط الثالث والنمط الثاني هو أن ديك لي جوا أكتيف اللي كيحس بها الفرد أو المرء حينما يصل إلى النمط الثالث للمعرفة
هي أفراح يحثها الإله نفسه. هذا هو الفرق. وهذه الحالة هذه عمق النقد الذي يمارسه سبينوزا على النبوة وعلى التصور السائد للأنبياء في عصره هو أنه لم يتوصلوا إلى هذا النمط ولم يحسوا هذه الأفراح التي يحسها الإله نفسه بمعنى بياتيتود. إذن بياتيتود هي أفراح فعالة، هي الأفراح في فكر سبينوزا حينما يتعلق الأمر بسبينوزا. بياتيتود هو الفرح الفعال الخاص بالنمط الثالث للمعرفة. ونعتقد أن أساس النقد الذي وجهه سبينوزا للأنبياء موسى إبراهيم وغيرهم هو أنهم لم يتمكنوا من الارتقاء إلى النمط الثالث وإلى مستوى الأفراح الفعالة. الأنبياء لم يصلوا إلى هذا المستوى لأنهم دائما ظلوا حبيسي خيالهم والنمط الأول للمعرفة. فكرة الأرض الموعودة وفكرة شعب الله المختار آدم، نظرية الكمال الآدمي، هي أفكار انفعالات للنمط الأول للمعرفة، ولا يمكنها أن تكون حقة ومطابقة، ولا يمكنها أن تنتج الأفراح الفعالة الخاصة بالنمط الثالث للمعرفة، أي الأفراح التي يحسها الإله نفسه. وهذا هو عمق النقد، أساس النقد الذي يواجه سبينوزا للأنبياء، خاصة من وجهة نظر المعرفة. سنرى فيما بعد في قادم الحلقات سنرى تحليل الدولة الثيوقراطية. هنا سندخل أيضا في المشكلة السياسية التي سيبدأ سبينوزا وسيهتم بها سبينوزا في هذا الكتاب، معنى لاناليز دو لا ثيوقراسي. الآن سنقرأ النص، نص سبينوزا من رسالة في اللاهوت والسياسة، وهو الموجود في Les œuvres complètes، الكتاب الذي قدمناه كذلك في المحاضرات الأولى. La vraie félicité et la béatitude ne consistent pour chacun que dans la jouissance du bien et non dans cette gloire d'être le seul à en jouir. معنى بالفرح الفعال بالنسبة لكل واحد لا يمكنه هو يتعلق بالاستمتاع يعني بالخير، خير الأسماء أو الخير، وليس ولا يمكنه أن يكون عنده علاقة بالإحساس بأنك الوحيد الذي يمتلك هذا الحق أو الذي يمتلك هذا الخير أو الوحيد الذي يستمتع بهذا الخير وأن الآخرين مقصيين. Les autres en étant exclus. S'estimer en possession d'une béatitude plus grande, en effet parce qu'on est seul dans une condition bonne. أنك تعتبر أنك الوحيد اللي تمتلك هذا الفرح الفعال العظيم لأنك الوحيد اللي تعيش يعني واحد الشرط إنساني أفضل. Les autres non. Ou parce qu'on jouit d'une béatitude plus grande et qu'on a meilleure fortune que les autres, c'est ignorer la vraie félicité et la béatitude. الاعتقاد بأن la béatitude تكمن في أنك تكون الوحيد الذي يتمتع بواحد الحق أو بواحد الخير، هذا اعتقاد خاطئ. La joie qu'on éprouve à se croire supérieur, s'il n'est pas tout enfantine, ne peut naître que de l'envie et d'un mauvais cœur. هنا الفكرة واضحة وأن فكرة شعب الله المختار ما يمكن أن تكون نتيجة إلا عن لونفي وكذلك الموفي كور. لا علاقة لها هذه الفكرة، لا علاقة لها بياتيتود. بهذا يبدأ سبينوزا رسالة الجزء الثالث من كتابه رسالة في اللاهوت والسياسة. لغة واضحة، المضمون واضح أيضا. سبينوزا هنا ينتقد فكرة شعب الله المختار، والنقد الذي يقدمه سبينوزا لفكرة شعب الله المختار يستمد قوته كما رأينا من مفهوم الفرح الفعال بياتيتود.
بمعنى الفرح الذي لا يمكن للديمومة أن تطوله، والفرح الذي يحقق الامتلاك لقوة الفعل وقوة الممارسة. وبالتالي هذا المفهوم الفرح الفعال هو المفهوم النقيض الذي سيتخذه سبينوزا ضد مفهوم لا سوبرستيسيون، يعني مفهوم الخرافة. فكرة الشعب المختار تعبر عن الخرافة التي يحاول سبينوزا هدمها انطلاقا من ماذا؟ انطلاقا من مفهوم بياتيتود. طبعا إذا كانت البياتيتود هي تحقق الامتلاك الصوري لقوة الفعل والممارسة، معنى الفرح الفعال هو الذي يحقق هذه الإمكانية، فإن الخرافة هي اللي كتحقق العكس. الخرافة هي كل ما يجعلنا منفصلين عن قوة الفعل وقوة الممارسة. إذن الفرح الفعال يحقق امتلاك قوة الفعل والممارسة، الخرافة تحقق الانفصال ما بين الفرد وقوة الفعل والممارسة. قدروا نقولوا الخرافة في حال الانيناسيون السلب. أين تجد أصلها أو أساسها للخرافة أو الخرافات؟ بالنسبة إلى سبينوزا الخرافة تجد أساسها في العواطف والأحاسيس الحزينة، الخوف، الأمل إلى آخره. انطلاقا من هذا التصور للفرح الفعال، انطلاقا من تصوره للخرافة أيضا باعتبار أن عمرة تكون الخرافة ما يمكنش يتأسس للفرح، لا يمكنها أن تكون فرحة. هذا جانب أول. جانب ثاني هو أن الخرافة تحقق الفصل، نوع من الانفصال بين الإنسان قدرته أو قدرته الفعلية أو طاقته الفعلية، في حين أن هذا التعريف من الخرافة هو يضع سبينوزا ضمن تقليد فلسفي مادي عريق. فعلى غرار لوكريسيوس، معنى لوكريس الفيلسوف والشاعر الروماني المادي، يرى سبينوزا أنه لا يمكن للخرافة أن تكون فرحة. خرافة ما عمرها تكون تأسس للفرح. من هنا تكون مهمة الفيلسوف الأولى. أول مهمة للفيلسوف هي النضال ضد الحزن وضد كل من يحيا عليه وضد كل السلط والمؤسسات التي تحتاج إلى الحزن لتؤسس لهيمنتها. سبينوزا واضح جدا في هذه المسألة. كل ما هو حزين سيء لنا ويحولنا إلى عبيد، وكل ما يتضمن الحزن يعبر عن المستبد والبخيتر. هنا يكمن الفرق ما بين الإنسان الإيثيقي أو الإنسان التقي أو الأخلاقي موسى والإنسان الإيثيقي. هنا الفرق ما بين كذلك الأخلاق والفرق ما بين الإيثيقي.